في الأسابيع الماضية حكينا مع ضيفتنا عن موضوع البوتوكس وكمان حكينا عن موضوع الفيلرز. اليوم بدنا نجمع اثنين سوا ونشوف شو الفرق بيناتهم، أي متى فينا نستخدمهم سوا، ومين بيقدر ومين ما بيقدر يستخدمهم. أسئلة كتير رح نطرحهم على ضيفتنا الدكتور لما برجي الحريري. أهلا وسهلا فيكي دكتور، شرفتينا. حضرتك اختصاصية أمراض جلدية، اليوم بدنا نستفيد من خبرتك حتى نتعرف بالتفصيل أكثر حول هالمواضيع اللي صارنا سنين نسمع عنهم بعالم الطب التجميلي بالأخص، مع أنه البوتوكس نعرف يستعمل بمجالات طبية كمان. كلنا بنعرف أهمية البوتوكس وأهمية الفيلر، شو الفرق بيناتهم وهل فينا نستخدمهم بنفس الوقت؟ أوكي. So in summary، إذا بدنا نقول البوتوكس بيشتغل على التجاعيد اللي ببينه لما نحرك وجهنا، لأنه نحن قلنا هذيك المرة إنه البوتوكس شغلته إنه يشل العضل، ونحن لما نحرك العضل الجلد اللي فوق عم بيتحرك، كل ما نحرك الجلد مرة على مرة بده يعلم محله. سو إذا شلينا العضل ما عادش تتحرك العضل، ما عادش تتحرك الجلد، بطل يبينه التجاعيد. سو هيدي شغلة البوتوكس. الفيلر بيشتغل على التجاعيد اللي ببينه بلا ما نحرك وجهنا، يعني اللي بيصيروا مع العمر، اللي بيصيروا هون تقريبا، يعني الظاهرين بكل الوقت على الوجه، ما خصهم بكيف بنعبر بوجهنا. سو هل هيدي كانت قبل الفيلر هيك نستعملها، هلا صرنا اكثر نستعمل فيلر كمان لنعبي محلات وين بيروح مع العمر، يعني مع العمر قلنا بيروح عظم، بيروح من العظم من الخدود، بيقشر الخدود بنحط محلهم، بيروح مثلا الفات اللي بالخدود كمان ممكن نحط محل الفات، يعني ممكن يصير في تجوفات بالوجه بنعبيها بالفيلرز او نوع من الترهل، الترهل كمان بحل مشكلتها الفيلر. هلا ذا نور انديكيشنز، يعني عن جديد صرنا عم نستعمل فيلر للترهل لانه بنحطهم بمحلات معينه، التقل تبع الفيلر بشد الوجه، يعني اذا بنحطه كثير ديب هون بالخد بشد طلوع، اذا بنحطه هون كمان بشد نزول، وهذا بيعطي افكت مثل الليفتنج، يعني بيعطي كانه واحد عامل ميني ليفت، يعني اكيد مش مثل الليفتنج. هدفنا من استخدام هالبرودكتس ان كان الفيلر او البوتوكس هو تنزيل عمليات الشيخوخه وهالمشاكل اللي ذكرناها، يعني او تنأجل عملية الشيخوخة. هلا أكيد إذا مبينين وظاهرين واستعملناهم نحن عم نجرب نشيلهم، أو نعم. وأهم شيء نقول إنه مش عم نجرب نشيلهم نهائياً، اللي هو قبل هيك كانوا يعملوا، كان عم بيطلع أشياء أبداً مش حلوة، نعم. إنه المبدأ من البوتوكس فيلرز إنه الواحد يبين أرتب، مش يبين عمره لعمره 50 تبين عمره 20، لأنه لعمره 50 لازم تبين عمره 50 بس مرتبة، يعني ما لنا مبدأ من إنه نروح التجاعيد نهائياً، بس نخليهم يبينوا أرتب شوي. To enhance يعني exactly. الفيلر بيعبي التجوفات، الفيلر بحل مشكلة الترهل، البوتوكس بيشل العضل، يعني هل هي التعبير يعني صحيح؟ يعني شغلتها بتنحط بقلب العضلة، ما هي كيف اكتشفوها كانت هي البوتوكس بتعمل هي مثل توكسين، يعني مثل كأنها مادة بتعمل مرض، لاحظوا بهالمرض عم ينشل العضل، فقالوا ايه سم اكزاكتلي 100% فينا نسمي سم فلاحظوا ليه ما منشيلهم منحطهم بعضلة الوجه ببطل عم نتحرك، يعني نحن مثلا لما نحرك العضلة عم يتحرك معه الجلد، إذا بطل يتحرك العضلة بطل يتحرك الجلد، فبطل يبينوا عليه علامات التجاعيد. دكتور حريري، هل في أي سايد افكتس لأي من الاثنين اللي ذكرني هون؟ أكيد اثنيناتهم عندهم سايد افكتس، وكثير عالم اللي بتخاف بتقول لي أي أحسن من ثاني، أي أقل يعني خطورة من ثاني، بقول لهم البوتوكس اللي منيح فيه إنه بعد 6 أشهر ماكسيموم بيروح نهائيا من الجسم. شو بيصير فيه؟ يعني بيمشي بالجسم، بيتخلص منه الجسم؟ بيتخلص منه الجسم، مثل أي شيء دواء بناخذه بيتخلص منه الجسم، بيروح على الكبد بيتخلص منه الجسم. سو هيدا اللي منيح بالبوتوكس، يعني ايفن اذا صار شيء وما حبينا النتيجه بعد 6 اشهر، وعم بعطي 6 اشهر الماكسيموم، عاده بثلاث اشهر بكون راح. حتى ولو هو مواد سامه، لانه بعض الناس يمكن يخافوا لما بيسمع انه هو يعني بابسط الامور هو نوع من السم، مزبور. ولكن ما بيأذي جسم الانسان لانه بنعطيه بكميات كثير 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 قليله، يعني الكميه اللي بده يأذي يمكن شيء 100 او 1000 مره اكثر، نعم. من نحن اللي بنستعمله. سو مشان هيك ما بخوف من هالناحيه، ولانه بيروح نهائيا من الجسم ما بنخاف انه مره على مره يتراكم، يعني اذا واحد ضل يعمله على سنه ورا سنه انه ما بنخاف يتراكم لانه حيروح. نعم. دكتور حريري، بدنا نستفيد من وجودك معنا حتى ندعي المشاهدين حتى يتصلوا، انت جاهزه تجاوبي على اي من الاسئله حول هالمواضيع بالاخص. قد ايه ممكن يداين البوتوكس؟ هو البوتوكس بيقولوا هي يعني على الليبل بيقولوا انه بيداين لحد 6 اشهر، بس نحن بنلاحظ انه 6 اشهر هو الماكسيموم، عاده بيداين من 3 اشهر و6 اشهر. كل ما واحد يعمل اكثر بوتوكس كل ما يصير يداين معه اكثر، جسم بيتعود عليه بطل يجرب يتخلص منه بسرعه. سو نحن بنعطي يعني ببطل يعمل رياكشن عليه او ردة فعل عليه، بصير اكثر سمثينج نورمال بالجسم. هل في اشخاص ما بيقدروا يستعملوا البوتوكس؟
هلا في شيء مره في فتره كانوا عم بيقولوا انه في ناس يكون عندهم حساسيه ضد البوتوكس انه جسمهم تحارب البوتوكس. دراسات بينت انه ما لنا كثير واضحه هيدا الشغله، بس في ناس بياخد عليهم البوتوكس اكثر من غيرهم، يعني ليه وكيف ما حدا بيعرف، يعني له علاقه بالاستعداد الوراثي انه في ناس بتخلص من البوتوكس اسرع من غيرها. يعني في اشخاص بتحتاج كميه اقل او اكثر من غيرهم. الاشخاص اللي عندهم ضعف بالعضل مستحب مش مستحب انه يستحمل؟ لا عاده لا، يعني في امراض وين بيكون في مشاكل بالعضل عاده بيكونوا بالجسم فما كثير لها تاثير، بس اذا في بالوجه لا اكيد ما بيسوى. نعم، في عنا وقفه قصيره دكتور حريري ومن بعد اكيد بدنا نستقبل اتصالات، وكمان بدنا نحكي عن الفيلرز، بنسمع عن عده انواع، الاهم اكيد البيرمننت والنون بيرمننت. البيرمننت عم نسمع عم بيسبب مشاكل كثير، وشفنا التشوهات اللي عم بتصير بسبب هالنوع من الفيلر، رح نحكي عنه بالتفصيل بعد هالوقفه القصيره. نرجع لحديثنا بسانتي مع دكتور لما برجي الحريري. موضوعنا هو الفرق بين البوتوكس والفيلرز، ايمتى فينا نستخدمهم سوا، هل هن FDA approved، هل في موافقه عليهم من السلطات الرسميه؟ في موافقه، هيدا FDA بامريكا ونحن بنمشي تقريبا على امريكا، لانه انا تعلمت بالجامعه الامريكيه هون، فتقريبا كل شيء بندرسه حسب امريكا، لانه بيوروب مثلا بتفرق، في يوروب يمكن يكونوا مسموحين، بيوروب ما يكون مسموحين بامريكا، بس بامريكا بشكل عام بوتوكس مسموح بمحلات معينه اللي هو هون اللي بنسميهم نحن الفراون لاينز، يعني بأماكن معينة بالوجه. ايه الفراون لاينز والفورهيد والايز، هلا عم بيستعملوا باكثر محلات اكثر بكثير، ايفن بامريكا بيستعملوا محلات اكثر، بس لتقولي وين مسموح يستعمل هن هول ثلاث محلات. فيلر نفس الشيء كمان بمحلات معينه، يعني هون اللي هو بلشوا فيه اول شيء هون يستعملوا، هلا عن جديد صاروا عم يستعملوا بالتشيكس كمان اخذ FDA approval وكم محل ثاني، يعني بس ستيل عم بيستعملوا محلات بالجسم. دكتور حريري ما في approval عليه لاثنيناتهم؟ لا بعرف بيستخدموه اثنيناتهم. ايه البوتوكس ان نحن كدرماتولوجيست بنستعمله غير بالوجه، يعني احنا ما كثير بنقرب على الجسم، وما له يعني ما له استعمال بعد بالجسم البوتوكس. الفيلر كمان سمعنا انه بيستخدموه لمشكله التعرق مثلا بالايدين. هو الاشي مزبوط مزبوط، هو اللي تحت الباط بلا فينا نستعملهم، تحت الباط بنستعمله للايدين. انا عم فكر مور تجميل. الفيلر كمان بيستعمل، يعني ما بنستعمله تجميل برات الوجه لانه كثير رقيق الفيلر، يعني بده محل كثير يكون مثل الجلد رقيقه مثل الوجه مش مثل الجسم، مش هيك عم بيستعمله. في معنى اتصال ممكن ناخده؟ اكيد. الو بونجور، صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا، جود افترنون. تفضلي عندك سؤال؟ ايه اكيد. بدي اسالك، انا عملت من شي تقريبا 15 يوم بوتوكس وصار عندي فرق بين السفل، يعني المنخار رفع لفوق شوي، ورجعت عملت لي فيلر، وانا بصراحه عملت عند استاتيك، فصار في عندي كثير مجال بين المنخار والشفه وقصتت لتحت، بقى صار المنظر كثير انه مش مزبوط. بقى بس بدي اسال شو فيني اعمل بهيك حاله. شو بتنصحي يا دكتور حريري؟ وهيدي منيح طرحت مشكله عم نسمع عنها كثير وبدنا نحكي عنها كمان. هلا ما بعرف التفاصيل شو عملت، لانه البوتوكس عاده ما بنعملها بهيدي المنطقه، مهل ما عم تقول عندها مشكله فيها، ممكن نعمل فيلر بس مش بوتوكس. المشكله انه البوتوكس مجرد ما تنعمل ما فينا نعمل شيء لنروحه لحد يروح من الجسم. الفيلر بيقدر ينعمل له شيء اذا حسب نوع الفيلر، ما كنا عم نقول في انواع فيلر. اذا بنستعمل هيلورونيك اسيد فيلر اللي هو هلا كل العالم عم تستعمله بامريكا بيستعملوه، هيدا له دواء اول ما ينحط، اذا ما عجبك في تحط الدواء محله بدوب بروحه. ايه فحسب اصلا هو بيتخاوى، يعني بيتخاوى بالجسم. ايه خلص بيروح مع بيروح بالجسم بظهر الجسم لبرا، بس البوتوكس للاسف لا، بدنا ننطر لتروح مفعوله. بتصور هون المشكله كانت بالاختيار الشخص اللي عمل لها البروسيجر مش بالمكان. شو اهميه انه يكون متخصص اللي عم بيقوم بهالبروسيجر؟ يعني اذا ما نوصل اي شيء باللي حكيناه هاليومين هو انه عن جد الواحد يروح عند حدا متخصص. متخصص يعني او حكيم جلد او حكيم تجميل. لانه هولي اكثر اثنين بيدرسوا وين كل مصل بالوجه، وين كل شريان، وين كل عصب بالوجه، لانه هدول كثير مهمين. نحن لما عم نشك ابره لازم نعرف بالضبط وين عم نشكها، لازم نعرف انه ما يكون في شريان هونيك بهالمنطقه، لانه اذا فاتت الفيلر بقلب الشريان ممكن تسدها للشريان. سو هيدا اهم شيء.
وعم نشوف مثل ما قالت المدام عم تشرح لنا حالتها قشطت شفتها والهدف كان انه تشقل منخارها، عم نشوف حاجب عم بيكون اعلى من الثاني، عين عم تقشط، تم عم بيلبق، يعني كوارث عم بتصير بسبب قله كفاءه الاشخاص اللي عم بيقوموا بهالبروسيجرز، فكثير مهم انه ينتبهوا لهالموضوع. معنا اتصال اخر. الو هلو الو اهلا وسهلا. الو نعم تفضلي. الو هاي تفضلي عم نسمعك. بدي اسال الدكتوره بس سؤال. بدي اعرف اي عمر احسن شي الواحد يبلش مثلا يحط بالبوتوكس والفيلرز؟ نعم شو رأيك؟ هذا سؤال مهم لأنه كثير عالم بيسألونا أنا صار عمري 25 أو 30 أو 35 لازم بلش؟ بيقولون ما في عمر معين وين واحد لازم يبلش. أول شيء بتبلشي لما أنت تكوني مزعوجة إنه ولا بلش يبينوا تجاعيد. تصور مش العمر اللي بيحدد، العلامات اللي بتظهر على الوجه هي اللي بتحدد أكثر. يعني حسب هاي أول شيء، وثاني شيء كمان برجع بقول إنه إذا أنت مزعوجة منهم، يعني ممكن واحد يكون عنده تجاعيد على وجهه ومش مزعوج، خصوصا السمايل لاينز في كثير ناس بيحبون، يعني بيقولوا هول ببينوا قد إيه أنا بضحك. ولا كروس فيت اللي فبقلهم ما في عمر وين لازم تبلشي، لما تبلشي تضايق منهم بتجي لتعمل البوتوكس. وليه بتصير اوقات في يعني في ناس بتصير على 25 ممكن تبلش، في ناس لل 35 ما بيكون عندهم، لانه في كذا شغله لها علاقه بليه بيصير في تجاعيد. اول شيء الاستعداد الوراثي، في ناس عندهم استعداد يطلعوا تجاعيد اكثر من غيرهم. ثاني شيء البشره، البشره الناشفه بتعمل تجاعيد اكثر من الدهنه، يعني بشره الدهنه مدهنه، مشان هيك العالم اللي عندهم بشره مدهنه هن وصغار بيطلعوا لهم حبوب بعانوا بقلهم، بس لما تكبروا لكن على المدى البعيد افضل. وشغله ثالثه الشمس، لما نتعرض للشمس هيدا كثير بسبب لتجاعيد، فاللي بينتبه من الشمس بيستعمل واقي من الشمس كمان عنده اقل استعداد. واخر شيء قد ايه بنحرك العضل، يعني اللي بيعبس كثير حيعلم عنده هون اكثر من غيره، مثل ما قلنا اللي بيضحك حيبين الكروس فيت اكثر من غيره. سو كله هول لهم علاقه. في معنا بعد اتصال. الو بلا هلو الو بونجور اهلا وسهلا. بليز بدي اسالها سؤال للدكتور. عم تسمعك تفضلي. بونجور دكتور، بدي اسالك عندي من انا وصغيره صراحه عرق ايدين واجرين بشكل مش طبيعي، وبعد ما عملت لهم شيء بس هلا سمعتك عم تحكي عن هذا الموضوع، بقى بليز بدي اعرف انه هل له سايد افكت اذا عملت او شيء او قد ايه بيضاينه؟ نعم شكرا. اوكي ما له سايد افكت ما مشكله التعرق. عم نحكي عن البوتوكس مش الفيلر. البوتوكس لانه شو بتعمل البوتوكس هلا هي بتشل العضل، وهو العضل له علاقه بالعرق لانه كل شعره له عضل وله وحده بتطلع عرق، فهي لما تعمل كونتراكشن عضل لما تحرك بتطلع العرق لبرا، فنحن لما نشل هالعضل عم نخفف شوي عرق، وهيدي سبب من الاسباب كيف تشتغل. في اسباب ثانيه بعد ما بنعرف بالضبط كيف، بس لاحظوا انه عم بتخفف العرق. هلا قد ايه بتضاين تقريبا من 3 اشهر ل 6 اشهر مثل البوتوكس مثل الوجه. واذا بتخوف هي عاده ما بتخوف لانه عم تنعمل محلات اكثر سيف من الوجه، يعني بالوجه بتخاف اكثر من الايدين. يعني ما عاده وكمان ما بنخاف انه تتشوه لانه ما في شيء حيتغير. في ناس بخافوا من هالبروسيجر لانه بيعتبروا عم بيسكروا كل المسام، ما في محل حتى الواحد يعرق منها، ولكن عم بتروح على اماكن اخرى بالجسم. ومش بس هيك كمان عم تشتغل على هلا ما حنفوت بالتفاصيل لانه فيري ميديكال، بس في اشياء بتطلعها من الجسم بخلي العرق يطلع، هيدا عم نخفف الشيء من اساسه، يعني نحن ما عم نخلق لحتى نصنع عرق، يعني مش انه عم بيطلع العرق وعم بينزرب، العرق مش عم ينصنع من الاول، وهو شيء طبيعي يعني ما بأثر ما بخوف هالشغله. في ناس عم تستخدم ان كان البوتوكس او الفيلرز كبريفنتيف ثيرابي، يعني بعمر كثير صغير حتى تاخر عمليه الشيخوخه، بتنصحي بهالشيء دكتور حريري؟ هلا البوتوكس اذا حطيناه من عمر صغير نحن ما عادش حركنا المسل، اكيد ما حيبينوا التجاعيد، لانه هن سببهم يعني ما رح ينطروا حتى تظهر هالتجاعيد، بيستبقوا لحدث. انا ما بحس كثير ضروري، يعني ما في لزوم كثير لانه اصلا عم ببلش يبينوا على 30 35، انه ما ضروري الواحد يبلش على 20 25، واذا بينوا اذا حطيناهم على فتره طويله بروحوا مع الوقت، يعني ما بحس في هالقد لزوم واحد يبلش على بكير. شكرا لك دكتور لما برجي الحريري لهالمعلومات القيمه، بنشوفك ان الله رد بعد اسبوع او اسبوعين. يس اسبوعين. اهلا وسهلا فيك. ثانك يو سو ماتش. وقفه مش ما بقى في وقفه اخيره لبكره، وقفه كثير طويله، ولكن بثنا المباشر على الام تي في بكمل طوال النهار، بتامل تقضوا نهار برفقتنا ونهار ممتع ومبورد للجميع. باي باي. I can feel my face when I'm with you.